يقول: هل زوجتي ملزمة بخدمة أمي علما بأنها تجلس عند أهلها نظرا لسفري خارج الدولة؟ يعني واحد مثلا ممكن زي كثيرين منا لما يهاجر مثلا إلى بلد ما ويترك زوجته هناك فيه، ويترك زوجته ريثما يقوم بتظبيط الأوراق ولا أي شيء من هذه الأشياء، فبيسأل بيقول: يعني أنا لما سافرت فتركت لي الزوجة، فهل الزوجة في هذه الحالة ملزمة أنها تخدم أمي؟ أم هو ليس أمها هي، لا، أم الزوج. نعم. فالإجابة على هذا السؤال نقول: أما زوجتك فغير ملزمة بخدمة والدتك، غير ملزمة بخدمة الإيه؟ بخدمة والدتك يعني. ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في ذلك، لأن هذا الأمر ليس فيه خلاف بين الإيه؟ بين الفقهاء. والزوجة تقيم في المكان الذي تأمرها أنت به، فإن رضيت بكونها في بيت أهلها فلا بأس، وإن أمرتها بالمكث في بيتك لزمها ذلك. يعني أنت مثلا لو أنت ارتضيت أنها تجلس في بيت أهلها وتبع وترسل لها نفقتها ريثما أنت تعود ولا تضبط أوراقك فليس في هذا حق، لكن لو كلفتها بأنها تجلس في بيتك لو بيت الزوجية ومسكن الزوجية ولا تذهب إلى بيتها بها إلا بإذنك فلك إيه؟ فلك ذلك. أنا طبعا في الأول وفي الآخر أصبحت إيه؟ أصبحت زوجته. ولكن انتبه إلى مسألة أخرى في هذا الصدد، وهي أنك يجب عليك أن تستأجر لوالدتك من يقوم بخدمتها إذا كانت والدتك غير قادرة ماليا على ذلك وكنت أنت موسرا مستطيعا لذلك. طب فرضا ما فيش حد يخدم للوالدة وأنت مسافر وزوجتك هتكون عند أهلها، ما فيش حد مثلا من أخواتك البنات ولا أحد من الإخوة الذكور موجودين أو كانوا مسافرين أو بعيدين أو في مدن إيه أو في مدن أخرى، ففي هذه الحالة يجب أن يكون هناك من يقوم بخدمة الوالدة حتى ولو تستأجرون لها من يقوم بخدمته وتعطونها أنت النفق. فقد نص الفقهاء على أن الولد تجب عليه نفقة والديه بشرطين: الشرط الأول أن يكونا فقيرين، فإذا كان كذلك وجب على الولد نفقتهما، أما إذا كان غنيين فلا تجب نفقتهما على الولد. والمراد بالغنى هنا ليس المصطلح عليه في الزكاة اللي هو يملك النصاب، لا، وإنما المراد ملك الكفاية من قوت وكسوة ومؤونة خادم محتاج إليه ونحوه. والشرط الثاني أن يكون الولد موسرا، يعني أن تكون أنت إيه؟ موسر وعندك أموال يعني. وحد اليسار أن يملك زائدا عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم في يوم وليلة. مش معنى اليسار أنك أنت تكون يعني من أصحاب المشاريع الكبيرة وأصحاب الرواتب العالية، على الأقل عندك ما يكفيك في يومك وليلتك، وهناك زيادة عن هذا ليه؟ عن هذا الأمر. فالخلاصة أن الزوجة لا يجب عليها خدمة والدتك، وفي نفس الوقت يجوز لها أن تقيم في بيت أهلها حال سفرك إذا رضيت أنت بذلك. والأمر الثالث، إذا كانت والدتك محتاجة للخدمة فيجب عليك استئجار من يخدمها إذا كانت فقيرة غير قادرة ماليا على استئجار من يخدمها وكنت أنت موسرا بفاضل عن قوتك وقوت من تلزمك نفقتهم في يومك وليلتك. خد بالك، لأن المسألة دي أحيانا بتصيب الكثير من الأسر بالاضطرابات الأسرية أو المشكلات الأسرية. مشكلة دايما موضوع الإيه؟ والدة الأم مع إيه؟ مع الزوجة وأمثال هذه الخلافات، ولما الإنسان يسافر ويترك زوجته هناك أو يتركها. فهذه الأمور الشرع والفقهاء القدامى والمحدثين تكلموا فيها. فإذا كان هناك أي مسألة من هذه المسائل التي تقوم بعمل خلاف في الأسرة فينبغي أن يكون المرجع فيها للشريعة الإسلامية حتى يعرف كل إنسان ما له وما عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.